بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ في الواقع ده سؤال قديم قوي، والمعركة مستمرة منذ القدم بين القائلين بالجبرية والقائلين بالحرية. الفكر المادي كله بجميع مدارسه من القائلين بالجبرية والحتمية وإن الإنسان مسير. يعني مثلا فرقة السلوكيين أو البيهيفيورستس، دول اللي هم بيقولوا إن الشخصية الإنسانية ما هي إلا مجموعة ردود الأفعال على مواقف حسية. كلمة رد الفعل يعني ريفلكس، يعني عملية مادية عصبية صرف. فجعلوا من الشخصية مجموعة ردود أفعال عصبية تبدأ من موقف. فالتفكير السلوكي هو غاية الحتمية أو الجبرية، لأنه الإنسان تحول فيه إلى يعني زي أي حيوان بدائي بيعمل فعل ورد فعل. الفرويديين بيقولوا ان الطفل من سن الخمس سنين بتتكون شخصيته، وبعد كده مش ممكن اي تغيير يحصل. بمعنى ان في الخمس سنين الاولى بتتكون شخصية الطفل وعقده وكل المشكلات النفسية بتاعته، كل العلاج يقدر يعمله في العقد والمشاكل النفسية هي مسألة الافشاء والافضاء، وانه يحط ايد المريض على سر المشكلة. فمجرد الاستنارة دي هتساعد، انما ان الشخصية تتغير مش ممكن. فالتفكير الفرويدي حتمي، لانه بيعتبر منطلق السلوك مبني على غرائز جوانية. الغرائز الجوانية بتتجمد عند استجابات معينة في الخمس سنين الاولى من الطفولة، وبعد كده تتجمد على كده على طول. فهو جبري هو الاخر. الفرويديين كلهم جبريين باعتبار انهم بيردوا السلوك في جزئيات صغيرة الى غرائز تجمدت وخدت طرق ومناهج مخصوصة منذ الخمس سنوات الاولى من الطفولة. الماركسيين جبريين جدا هم كمان، لانهم هم اصلا حتى بيقولوا ان التاريخ، حركة التاريخ بتدفعها الصراع الطبقي. وبعدين اللي بيحصل ان ادوات الانتاج هي اللي بتخلق فيما بعد مجموعة بنيانات فوقية اللي هي الفن والفكر والاديان والحاجات دي كلها. بمعنى ايه؟ بمعنى الامر يختلف، هل يا ترى ادوات الانتاج هي الفحم ولا البخار ولا الكهرباء ولا الذرة ولا الالكترونيات؟ كل ما تتغير أدوات الإنتاج بيتغير البنى الفوقي كله. إيه هو البنى الفوقي؟ مجموعة عقائد الناس وعاداتهم وسلوكياتهم وفنهم وفكرهم. ده كله بيعتبروه شيء مترتب على طريقة الإنتاج في الحياة المادية بتاع الناس. طبعا ده شيء فظيع إن هو يعتبروا إن الدين نفسه مش نازل من السماء، ده طالع من الأرض، من احتياجات مخصوصة نتيجة وضع اقتصادي معين واستعمال أدوات إنتاجية معينة. وبعدين إن هم يعتبروا إن ما فيش حاجة اسمها ذاتية بمعنى ذاتية، لأن الذات هي مجرد وعاء. الوعاء بيعكس التناقضات الموجودة، إنما هو نفسه الوعاء ده محايد، بيعكس تناقضات موجودة. فاللي بيعيش في مجتمع برجوازي من بيئة برجوازية يبقى لازم هيفكر بالطريقة الفلانية، واللي بيكون بروليتاريا ولا من العمال الكادحين المطحونين مش عارف ايه هيفكر بالطريقة الفلانية. فالبيئة والطبقة بتفرض على كل الأعضاء من الطبقة دي والمنتمين للطبقة، تفرض عليهم سلوكيتهم. طبعا الكلام ده يعني حتى كارل ماركس تصرف بطريقة نقضته، لأنه هو ابن الطبقة البرجوازية ومع كده صار على البرجوازية كلها. ونفس الحكاية في تولستوي مكان اللي هو الراجل الأرستقراطي بقى، الهايب الجرون برجوا بقى، الراجل بقى بتوع الطبقة الأرستقراطية العالية.
فإذا به يتصرف بشكل يتعاطف مع الفلاحين وإلى آخره. وبعدين احنا بنشوفها في العيلة، بتبقى العيلة بتاكل من طبق واحد وبيطلع منها المجرم والصالح، وبيطلع منها اللي بيتصرف بعقلية واللي بيتصرف بعقلية تانية، واللي بيعمل سلوك واللي بيسلك بسلوك تاني، مع انهم بياكلوا من نفس الطبق، نفس الاب والام، نفس الطبقة الاجتماعية ونفس الظروف المادية. فالمهم ان الفكر الماركسي فكر حتمي وجبري جدا، يعتبر سلوكية الانسان مترتبة على الوضعية الطبقية بتاعته، ومش بس كده، يعتبر كل الحاجات العالية في المجتمع اللي هي سواء عادات او سلوكيات او فن او فكر او دين، كل الحاجات دي ناتجة من شكل من اشكال الانتاج، مش نازلة من السماء او جايبها رسول او كل ده عندهم كلام فارغ. فهم الفكر الماركسي فكر حتمي جبري. ايضا داروين والفكر الدارويني برضو اعتبر ان في قانون صارم اللي هو عمل الانتقاء بتاع كل الانواع اللي في الدنيا دي كلها، اللي هو قانون البقاء للاصلح. ده قانون صارم ما يميزش وما يرحمش. طبعا احنا ناقشنا الحكاية دي في حلقة سابقة وقلنا ده بالعكس، احنا بنشاهد احيانا البقاء للاجمل مش للاصلح، ولما بنفكر في حاجات كثيرة بنكتشف ان الجمال قيمة عليا بتفرض نفسها على الانتقاء البيولوجي وليس العكس. فالداروينية طبعا انجبت الجماعة اللي بيشتغلوا على الجينات وعلى المورثات وحكاية قوانين الوراثة والحاجات دي، الجماعة اللي بيشتغلوا في الجينيتكس اللي هو علم الوراثة، دول منهم عدد كبير منهم جبريين جدا وحتميين جدا، لانهم بيقولوا هو مش بس الجينات او الكروموزومات بتورث المولود مثلا صفات جسمية، مش بس بتديله فورمته شكله ولون شعره ولون عينه وطوله وعرضه وقابليته لمرض معين او لاخره، لا، ليست هذه هي الاشياء التي تورث فقط، لا، ده كمان ممكن ان يبقى في الجينات ميول موسيقية أو عبقرية أو تخلف عقلي أو كل ده يبقى في الجينات برضو. ودي طبعا خطيرة جدا، إنهم يعتبروا إن حتى العبقرية حاجة مش جاية مع الحيوان المنوي والبويضة، جاية مع الجينات ومع الكروموزومات. دي برضو طريقة فكر جبري حتمي جدا، لأن في السعادة يبقى كل إنتاج العظماء وعبقرية العباقرة وتأليف المؤلفين ده كله جاي من الأب والأم من خلال كروموزومات وجينات، ولا هو له فيه فضل ولا أي حاجة ولا طبعا الكلام ده مش صحيح، لأن إحنا بنشاهد حتى الأنبياء جم من أصلاب الكفرة لو كان كلام الناس دي صح، وإن النبوة والعبقرية والتخلف العقلي أو الذكاء وكل ده بيورث ضمن ما يورث من صفات جسمانية، كان لازم الكافر يخلف كافر أو النبي يخلف نبي. فاللي بيشوفناه العكس، الأنبياء أولادهم أحيانا طلعوا كفرة وعصوهم، وفي نفس الوقت الكفرة خلفوا أنبياء. ونفس الحكاية بقى ملحوظة عامة في إنك تلاقي الموسيقي والمطرب يبقى ابنه راجل ممكن يبقى سمكري، مش مشكلة يعني، ممكن يبقى ما عندوش مواهب خالص، ممكن يبقى إنسان خامل. وكذلك ممكن اي يعني واحد بيشتغل مثلا براد او لاعب كوره وفجاه تطلع فيه موهبه الغنى، زي مثلا خوليو جليسياس ولا ايه اللي هو كان لاعب كوره وبقى اكبر مغني دلوقتي. فالحكايه ان المواهب تورث، وان السلوكيه تورث، وان الصفات الممتازه في الانسان زي العبقريه والحاجات دي والاخلاق تبقى مكتوبه برضو في الجينات، دي منتهى الجبري، لان خلاص بقى ملناش اختيار، ويبقى هو العبقري ده عبقري لان ده مكتوب على الجينات العبقرية بتاعته، والمجرم نفس الشيء برضه، ما هو المجرم يبقى كنا برضه مكتوب على الحيوان المنوي والبويضة ده انت مجرم، يبقى خلاص هيعمل ايه بقى. فدي برضه فكر جبري فظيع. طبعا في فرقة من اهل المغالاة من جماعة بتوع جينيتكس دول اللي هم بيسموهم بايو انجينيرز، يعني ترجمتها يعني مهندس وراثة، او يعني ممكن
فكرتهم الناس دي انه ممكن يلعبوا في الحيوان المنوي وفي البويضة وفي الزيجوت بحيث انه ممكن يخلقوا عبقرية عند المولود او صفات جديدة يقدروا يحطوها. وفعلا بيعملوا تجاربهم على ذبابة الفاكهة اللي هي اسمها دروسوفيلا، لكن اللي عملوه لغاية دلوقتي كوارث، لان هما طبعا بيلعبوا في الجينات عن طريق أشعة إرسال شعاع ألترافيولت أو إنفراريد أو أشعة كونية أو أشعة إكس أو شعاع إلكترونز أو نيوترونز، يعني يلعبوا بالحاجات الأدوات الغير منظورة دي. لكن اللي عملوه لغاية دلوقتي كوارث، لأن اللي قدروا يعملوه في سلالات ذبابة الفاكهة دي إن طلعوا جيل أعمى ذبابة عمية، وطلعوا ذبابة عقيمة، وطلعوا ذبابة بتموت بالسكتة بدون سبب قبل أوانها، وطلعوا ذبابة مشلولة باراليتك. فأكن كل اللي بيعملوه بينتهي إلى كوارث. وبعدين تصورهم إنهم ممكن يعملوا الحاجات دي على بني أدمين، يعني يعملوا التجارب دي على نسل آدمي، ده ممكن يطلع مسوخ وناس مشوهين، مش هيطلع عبقريات ولا حاجة. هو المعركة ما زالت مستمرة طبعا بين الجماعة الجبريين اللي هم كل المذاهب العلمانية المادية اللي حكينا عنها، سواء السلوكيين أو الفروديين أو الماركسيين أو الداروينيين أو الجماعة بتوع الجينيتكس أو البايو إنجينيرز أو كل الفرقة دي. لكن في الفرقة التانية طبعا اللي هي القائلة بالحرية، اللي هي دي كل الجماعة الأخلاقيين والأديان كلها مجتمعة. الأديان رأيها حاسم في النقطة دي إن الإنسان حر مكلف مسؤول، لكن مش حر حرية مطلقة، يعني مش حر في طوله وعرضه ولونه وشعره ومرضه وصحته، لا دي حاجات بتورث زي ما اتفقنا، لكن هو حر في منطقة التكليف، يعني قدام الغواية ممكن يختار الخير أو الشر، هنا حريته. والآيات هنا صريحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع. أو مثلا يقول لك إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما وإما، أو هديناه النجدين، يعني كده وكده، أو يعني على النفس وكيف أن الله سواها وألهمها فجورها وتقواها، فيها ده وده. فالآيات صريحة على أن النفس قابلة للفجور والتقوى، قابلة أنها تمشي في النجد اليميني أو اليساري، النجدين قدامها، قابلة أنها تكون شاكرة أو كفورة، وأن لها وسع، دي مهمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع، لها اختيار. فالقرآن في الحتة دي حاسم. وبعدين الجماعة اللي بيقولوا طيب ازاي الانسان حر وربنا له مشيئة، ده تناقض بين حرية الانسان وإرادة الانسان وإرادة ربنا، هي ما فيش اي تناقض، احنا ما خدناش حريتنا من وراء ربنا ولا خدناها غصب عنه سبحانه وتعالى عما يصفون، احنا خدناها بأمره ومشيئته وهبته، دي منحته، وما يشاءون الا ان يشاء الله، دي ما فيش تناقض بين هنا وهنا ابدا. ثم مسألة القدر مش صحيح انها بتناقض الحرية، لان ربنا بيختار للانسان القدر من جنس قلبه، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخرة نؤته منها، لانه بيختار لك قدرك من جنس قلبك ومن جنس ارادتك في النهاية، فالقدر متوازي مع ما تسر في قلبك. لكن طبعا القضية مستمرة والمعركة مستمرة، والفيلم اللي هنشوفه هو هيتكلم عن المعارك اللي بتدور حول السلوكية الإنسانية، ويا ترى هي موروثة ولا مكتسبة. والحقيقة فيلم جميل ومثير، نتفرج عليه سوا. دي الأسرة السلوكية الأسرية الطبيعية في العيلة البشرية، يعني واضح إن الأطفال
والأب والأم بيوزعوا بينهم العمل، وفي نوع من الالتزام في المجتمع الصغير ده. دي أصغر خلية تبان فيها الأخلاقية والسلوكية بتاع الإنسان، الأسرة. لكن هي مش بس الإنسان أسرة، طب ما هو الحيوانات أسر برضه. الحيوانات أسر، والنمل له مجتمعات ضخمة، والنحل له مش عارف 60,000 في خلية واحدة، وكذلك السباع والنمور كل دول لهم عيلات برضه. وهنشوف برضه مسائل الحضانة والتربية والالتزام الأسري في الحيوانات. في الحشرات بتبقى ظاهرة قوي، يعني مثلا ده جيش للنمل المقاتل، ماشي صف تك تك على طول كده. يعني هي بيستهدوا برائحة معينة يعملها الجماعة القادة اللي ماشيين في الأول، يمشوا وراهم كلهم. يشوف بقى بيعدوا على حاجز ماء ازاي، يعملوا كوبري من أجسامهم، بعض النمل يعمل كوبري والباقي يعدي عليه على طول. عمليات ايه؟ فدائية. طب العمليات الفدائية دي ايه؟ نقول ايه؟ نقول هي فعلا موروثة في الجينات ولا مكتسبة؟ نقول اه، احنا هنا بنوافق ان هي موروثة وفي الجينات. والنمل ده بكل واحدة بتتصرف كما لو كانت مايكرو كمبيوتر، يعني بتتصرف. شوف هنا النمل بيعمل كوبري ظريف ازاي، والنملة بتعدي عليه اهي عشان يروحوا من حتة لحتة. شوفوا واحدة تانية يمشوا يتنوا يتنوا يطول يطول لغاية ما يوصل لإيه، للشجرة التانية. هنشوف ده منظر ظريف قوي. عملية التعاونية دي بتتم يعني أخلاقية مكتسبة ولا هي في الجينات؟ هي في الجينات، هنا نوافق إن هي في الجينات، لأن زي ما قلنا إن النمل ما عندوش وعي خاص زي وعينا، إنما هو بينفذ برامج محطوطة في الكمبيوتر بتاعه. أهم عملوا الكوبري الظريفة بين الفرع والفرع، عملوا والباقي عدي عليه. العمليات فيها تضحية وتعاون، يعني هنا بيبتدي يبنوا، هيبنوا البيت من ورق الشجر ويغزلوه. هنشوف هنا برضو حاجة غريبة قوي، ازاي مقسمين الوظيفة، ناس يشدوا الناحية دي وناس بيشدوا من الناحية دي. ولما يجي وقت الغزل، لما يقربوا الشفة الورقة للورقة يبتدي الغزل. فهنشوف عملية الغزل، كل نملة جايبة معاها اليرقة الغازلة، البيضة دي يرقة غازلة. شوف هيفضلوا يشدوا شفايف الورقتين لغاية ما يبقوا جنب بعض بالظبط، وبعدين يبتدي الغزل. العملية دي عملية تعاونية، هل بتتم كده اكتسابا ولا ديا في الغريزة؟ وبالتالي في الجينات الموروثة، هي بنقول في الغريزة وإنها مغروسة، وإن هي فعلا في الجينات، وإن النملات دي كل نملة زي المايكرو كمبيوتر. شوف إزاي بيغزلوا بقى، كل نملة شايلة حاجة بيضة، الحاجة البيضة دي هي اليرقة الغازلة، فبتوجهها فتغزل. لكن واحد جايب نول شايل نول وبيغزل بيه، انما شوف تنظيم العمل اهو، غزله تنظيم غريب قوي. فده نقدر نقول ان مكتوب في الجينات، في المورثات، في الكروموزومات اللي بتنحدر من الاب والام. هنا منظر غريب قوي، اهي دي مجموعة من 700,000 نملة في كتلة واحدة كأنها مخلوق واحد. دي الجيش المقاتل، النمل المقاتل لما بيجي بالليل ينام في البرد عشان يدفي نفسه، يتكتل يتحول الى كورة. الكورة دي عبارة عن 700، يجي بالليل ينام في البرد عشان يدفي نفسه، يتكتل يتحول الى كورة. الكورة دي عبارة عن 700,000 مخلوق. طيب هل في ذاتية للمخلوقات دي؟ ده تكاد الفردية تختفي، تكاد كل الخلية من 700,000 تتحول الى نفر واحد. الفردية الذاتية اختفت خالص، الذاتية اختفت، وظهر النوع اسمه النمل المقاتل. وده الكتلة الهائلة دي اللي هي 700,000 نملة تحولت الى مخلوق كده اهو. على الصبح لما يطلع الفجر بقى ينفرطوا كلهم ويستأنفوا الزحف.
وبالليل يرجعوا يتكتلوا ويتحولوا إلى كرة عشان يدفوا بعض. مسألة إن الغرائز الفردية والأنانية والميول والمزاج والهوى الفردي يكونوا مختفي، ده صحيح. يعني في المجتمعات الحشرية الضخمة دي مفيش حاجة اسمها أنا عاوز كده أو أنا فلان، مفيش إلا الملكة بس، هي دي ملكة النمل الضخمة دي، أم بطن بيضة الضخمة دي هي الملك، هي اللي بتحط البيض وده البيض يفقس يرقات، وهي الوحيدة اللي لها الأمر وتقول أنا عاوزة كده. إنما بقية النمل ما يقولش، بقية النمل مايكرو كمبيوتر ينفذ أوامر الملكة، دول رايحين عشان يجيبوا أكل، وفي فرقة تانية تروح عشان حراسة، توزيع وظائف صارم. مفيش حاجة اسمها مزاجي كده، مفيش حاجة اسمها فردية، تكاد تكون الخلية عبارة عن كائن واحد خاضع لأمر الملكة وخلاص. بس اختفاء الفردية دي ظاهرة تلاقيها في النمل وفي النحل وفي الترميت وكل الحشرات الاجتماعية الضخمة. النحل برضو بيعمل كوبري صغير ظريف على قده. نعملنا حلقة عن النحل الحلقة اللي فاتت، إن قلنا إن قلنا إن الملكة وحدها هي اللي لها الأمر، فإذا ظهرت ملكة بتنافسها بتقتلها، ده في الدستور بتاعها. فهي اللي لها الفردية المطلقة والذاتية المطلقة، باقي الخلية كلها مفيش حد له شخصية، مفيش حد يقول أنا، مفيش حد يقول أنا، إنما الكل بيتحرك بقانون. ويمكن أحسن كلمة إنه هو يكاد يكون كمبيوتر يأتمر بالبرمجة اللي في دماغه، والبرمجة جياله من الجينات اللي جات له من الأب والأم. ده في الحشرات إلى حد كبير صحيح. لأن حتى كلمة سلوكية فردية هنا اختفت، ما بقاش في حاجة اسمها سلوك فردي، ده بقى كلها حاجة اسمها مصلحة جماعة ومصلحة نوع هي اللي بتحكم. كل ما نرتقي في سلم الحياة البيولوجية بنلاقي يبتدي الفردية تظهر. يعني في الطيور ما فيش حاجة اسمها 700,000 طائر يتلموا وما يأتمروا بأمر مش عارف ملك، ما فيش كلام من ده، لا ده كل طائر لوحده هو يتجوز ويحب ويتغزل وبعد كده يبقى له نسل وبيت وعش. ابتدت تظهر بقى الفردية والشخصية الخاصة والعيلة والفردانية ابتدت تظهر كل ما الحياة ترقت. ومع الغيرة والرغبة الجنسية والصراع على الأنثى ابتدت كمان ايه زادت الحكاية دي. ليه؟ لأن جت مع الحب والجنس جه معاه الرغبة في الملكية. الرغبة في الملكية معناها أحارب اللي يقرب من الحريم بتوعي، وهكذا ابتدت تبقى الحكاية تخش فيها أنا. كل ما الحياة ترقت ظهرت فيها الأنا، اختفت النغمة الشمولية الفظيعة وابتدى يظهر الأنا والفرد ومصلحته وهواه ومزاجه. هو هنا الطائر الأم بيعمل ما يفيد أولاده، ملوش دعوة من القطيع كله. الحكاية دي ظاهرة في أكتر في أفيال البحر، صراع الذكور حول أنثى والغيرة والملكية، وكلمة أنا واضحة قوي في الأفيال البحر دي. والطبيعة بتشجع، لأن الطبيعة بتشجع الانتقاء ده، لأن في السعاري معناها أقواهم هيبقى له أكتر عدد من الحريم وبالتالي له أكتر نسل وبالتالي هيفرض الصفات الوراثية بتاعته، والصفات الوراثية ممتازة. فإذا من مصلحة التطور أنه هو ياخد صف الغيرة والتملك والعفونة والجدعنة. والنسانيس نفس الشيء برضو، في حكاية حكاية الصراع على الأنثى
والعيلة وحضنة الأولاد، وبعدين كل واحد له مجال حيوي لو أي قرد غريب قرب يهبش فيه. يعني كل اللي شفناه في المجتمع الحشري اللي يكاد يكون الأنا اختفى خالص، هنا نشوف الأنا ظهر الفردية. شوف بيطلع أنيابه ازاي، يعني ابعد، لا أنا هقطعك، اوعى تقرب، حاجات كده. مؤكد هنا ان مع الارتقاء في سلم التطور، كل ما نرتقي بنطلع من الشمولية ومن القطيع ومن ذوبان الفرد الى الانا، والى ظهور الفرد، ظهور المصلحة والغيرة والأنانية، لغاية ما نوصل للإنسان أرقاهم كلهم. هنا الإنسان يختلف عن الكل بالعقل والوعي، وإنه مدرك كل عمل بيعمله وبيختاره. وبعدين الاختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة، يعني تلاقي الواحد اللي مشي على القمر وتلاقي أينشتاين اللي هو بلغ غاية العلم والتخصص، وبعدين تلاقي منتهى البدائية في واحد تاني عايش على البداوة المطلقة وفي جاهلية بشعة وزنج عريان. وبين الاثنين كل درجات الطيف كله، كل أنواع التفاوت ممكن تلاقيه. يعني مثلا آدي في الهند في تعدد زوجات، وكذلك في أفريقيا، في أفريقيا السوداء حكاية تعدد الزوجات موجود بكثرة، مش حكاية الواحد يبقى عنده 40 زوجة. بينما في شمال الهند في قبيلة فيها تعدد أزواج، يعني الواحدة يبقى لها 2 زوجين، هنشوفهم دلوقتي، أخوين متجوزين واحدة. فدي قبيلة في شمال الهند فيها ظاهرة تعدد الأزواج أهديا، ودو الست اللي مشترك في زواجها 2، ودول ولادها من الاثنين. ادي واحد منهم، فهل تكيف التكيف السلوكي ده حصل بناء على جينات ولا ده وضع اقتصادي فرض الحكاية دي، ولا ايه، ولا هي عادات وكيف نشأت؟ يعني هي كل المعركة هنا نوع السلوكي اهو. الاثنين دول اثنين اخين ومتزوجين زوجة واحدة. السلوكية دي جت ازاي والانسان تكيف عليها ازاي؟ هل دي موروثة؟ هل مرتبطة بمصلحة اقتصادية في المنطقة، لان المنطقة شديدة الفقر يعني، او ايه؟ وبعدين ازاي العائلات بكل ما تكبر وتنقسم وتهاجر، نشوف العائلات تكبر وما توصل الى حد معين من العدد تهاجر عشان بحثا عن الرزق. دي في غابات الامازون في امريكا، ناس زي النسانيس بالظبط، هنشوفهم دلوقتي. حتى حركته، حتى شوف حركته، شوف حركته شكلها ايه، حركات قرودي خالص على ادنى السلم من الوعي البني ادم. نشوف بيعمل ازاي. From that limitation. Development of language by establishing verbal and other. دي مفاوضة، يعني نوع من مفاوضة السلام، وبيفرضوا كل جماعة بيفرضوا شروطهم. شوف بس، شوف الحركة، نوع الحركة ونوع النظرة ونوع يعني حاجة أرودي خالص. الجماعة اللي شغلين نفسهم بحكاية الجيناتكس والجينات والخصائص الوراثية قاعدين يرسموا بقى على خرائط على ازاي ممكن صفة معينة تسود وتغلب صفات أخرى نتيجة انها حققت مصلحة. كل ما تكون صفة تحقق مصلحة
اجتماعية تقوم الطبيعة تشجعها، ده في نظرهم، تشجعها وبكثرة النسل وتبقى صفة سائدة. هم تفكيرهم ان كل حاجة بتيجي من خلال الجينات بما في ذلك السلوكية والاخلاق والتخلف ومستوياته والعبقرية والتفوق بمستوياته. اهي دي صفة مثلا حققت مصالح كبيرة في نظرهم، فتبتدي الصفة دي تغلب على باقي الصفات، طبيعة تشجعها بكثرة النسل وتبتدي تسود. هي يعني احنا هنثبت ان الكلام ده، حتى هنثبت في الفيلم ان الكلام ده مش صحيح، وان مش صحيح ابدا ان التقدم ضمن ما يورث. يعني ده اللي شايفينه ده خليه، الخليه بتنقسم. احنا قلنا لما تيجي الخليه تنقسم فالنواه نفسها تصطف الكروموزومات، تنشق وتصف صفين، كل شق في نعم. شوفوا هيتصفوا صفين ازاي، هم دول الكروموزومات اللي فيهم الجينات. دي حاجات حجمها صغير قوي ما تشوفهاش الا بميكروسكوب بقى الكتروني وحاجات كده. اهي العصيان الرفيع دي هي اللي فيها كل واحد منهم فيه قول 25,000 جين، هي الجينات اللي بتحكم الصفات. يعني مثلا هنشوف في السناجيب دي رقه بين الاخ واخوه، هنشوف الدلع اللي بين الاخ واخوه هنا، شوف نتتبع مع، شوف الرقه، شوف الدلع، الاخ واخوه بيعمل ازاي، وبعدين مع ابوه ولا امه بيعمل ازاي. فهل الحنيه اللي في المجموعه دي، بينما هنا في صراع وخناق وشراسه. طيب الصفات دي نقول عليها ايه؟ انتقلت اليهم من خلال المورثات او الجينات ولا اكتسبوها؟ هو طبعا التعميم غلط، لان ممكن نفس السنجاب في موقف اخر يبقى عنيف. يعني هي برضه هنا يعني البيولوجي يعني ما يصحش يضحك علينا، ياخدنا في حته كده يروح زنقنا وبعدين يقول لنا بناء على كده. يبقى الحكايه جايه عن طريق مورثات حددت سلوك الكائن، لان اللقطه اللي خدها ممكن انا اروح القط لقطه ثانيه من نفس الحيوانات دي اخر عنف اللي هم شفناهم اخر لطف. الدليل على ذلك ان الحرب اللي احنا حروب البشريه نفسها ما نقدرش نعتبر ان هي نتيجة اجريشن او نتيجة عدوانية ثابتة في النفس وموروثة. ليه؟ لان في التحليل النهائي الحرب تبص تلاقي اللي رايح يتطوع ويحارب بتختلف الدوافع. واحد رايح عشان ايمان ديني، او رايح ايمان بمذهب، او يعني بيفتدي المذهب بدمه، او بيحارب في سبيل اعلاء كلمة الله. بينما واحد تاني تلاقيه واحد أرزقي، يعني مسألة مصدر رزق إن هو يحارب. أو رأي عام ضاغط على كل الناس إن يعني الشرف يساوي إن الناس تتطوع وتعمل أبواق الدعاية ممكن تدفع الملايين إلى إنها تاخد صف موقف وتروح تلبس البدلة العسكرية وتروح تحارب. وجايز يكون فكرة غلط زي هتلر ما قال لك سيادة الجنس الآري ومشي وراه 40 مليون ألماني نتيجة الفصاحة والخطابة والتأثير والمناطقية بتاعته. فلما تيجي تحلل مسألة الحرب هتلاقيها مشكلة. وبعدين أدي الناس دول عبارة عن نيو غينيا الجديدة. شوف البدائية اللي عايشين فيها، هنشوف بقى أبناء دول فين دلوقتي. اهو اللي سواق التراكتور هو ابن الناس دي طالع منها على طول، والطيار ده اهو برضو من غينيا الجديد، الدكتور طالع من نفس القبيله دي، عضو البرلمان ورئيس الشيوخ والنواب برضو من الناس دول. فازاي تقول لي بقى جينات؟ مش ممكن يكون جينات. لو كان جينات يبقى لازم سلاله الناس دي تتنها في التخلف الازلي اللي هي فيه، انما كون ان يطلع من الراجل ده
واحد يسوق تراكتور وواحد يبقى دكتور عظيم وواحد يبقى عضو برلماني وواحد يبقى باحث وواحد يبقى مش عارف ايه، يبقى الحكاية لا، يبقى بقى الحكاية مش حكاية جينات. يعني لو كانت جينات كان لازم ينحدر من هؤلاء الناس اللي احنا شفناهم البدائيين اللي زي الحيوانات دول، يعني سلالة زيهم في تخلف وتستمر التخلف كلعنة مضروبة على السلالة دي على طول لو كان جينات، لو كان الحكاية جبرية زي ما احنا قلنا. لكن لا، مدام طلع من الناس دي السلالة الراقية دي، يبقى إذن إنسان قابل لأنه يكتسب ويتعلم ويترقى وإنه يوصل لأعلى المناصب، وإن دي مسائل استعدادات ممكن تتنمى بالتعليم، ممكن تتنمى بالتعليم وتتنمى بالدراسة. إنما كون إن يعني واحد مولود وعليه ختم التخلف العقلي أو ختم الغباء أو ختم العبقرية أو ختم مش عارف إن هو ده هيبقى أكبر موسيقار، كل ده كذب. ما يورث هو فقط الصفات المادية الجسمية، طولي وعرضي ولون شعري ولون عيني، قابليتي لمرض معين، كل ده آه. إنما لما ابتدي أخلاقي سلوكيتي تفوقي أو تخلفي، دي مسائل دي ما هي ليست مما يورث وليست مما ينحدر بالجينات، وإلا تنتهي المسؤولية خلاص، أعمل اللي يعجبني. يقول والله أصل الجينات ده مختوم على قفايا أن أنا مجرم، فده طبعا ده مش ممكن. وبعدين أنا في القضية دي، قضية الجبر والاختيار، أنا بقول الجواب الحاسم، بقول للواحد لما يسألني السؤال ده أقول له استفتي قلبك، شوف قلبك هيقول لك إيه، شعورك الداخلي إيه. إحنا شعورنا الداخلي في كل لحظة إن إحنا فعلا بنختار، إن الإنسان بيختار، وإنه يختار بين بدائل، بل إن العقل نفسه، العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. وبعدين الدليل على كده إن أنا ممكن واحد يضطهدني ويسجنني ويعذبني ويرغمني يجبرني على إني أهتف باسمه أو أكتب اعتراف على نفسي غير صحيح، لكن هل ممكن يرغمني على إني أحبه من قلبي مهما استعمل التعذيب ومهما استعمل الضغوط المادية عليه؟ مش ممكن. دليل على إيه؟ ده يدل على إيه؟ يدل على إن قلبي ربنا أعفاه من كل أنواع القهر، وإن جوه قلبي في صميم لبي أنا حر. دي أحد الأدلة القهرية. وبعدين المسألة فيها نوع من الخبث برضو، يعني تماكر وخبث، لأن الشخص اللي بيقول لك جبرية هو أصلا لما بيعمل جريمة يقول لك أنا مجبر، لكن لو عمل خير وعمل حاجة كويسة يقول لك أنا اخترت الحكاية دي، اديني مكافأة بقى. الله، ده يبقى إذن الحكاية بيلون مواقفه، هو بيلون مواقفه بناء على المصلحة، فإذا غلط يتمحك في حكاية الجبرية، ده أنا مجبور، ده هي بقى مكتوب علي. بينما لو عمل حاجة حلوة عاوز يقبط الله. طب ما انت هتكيل بكيلين، يبقى ده مسألة خبث بقى وتماكر، ودي حكاية ايه؟ دجل. فأنا بقول في القضية الكبرى دي استفتي قلبك، وده في نظري أحسن جواب للمعركة الأزلية بين الجبر والاختيار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.